انطلقت اليوم فعالية سباق الهيجن بمشاركة 3 قبائل من محافظة جنوب سيناء بحضور محافظ جنوب سيناء خالد فودة ومدير أمن المحافظة، كذلك عدد من مشايخ وقبائل بدو مدينة نويبع. وقام المحافظ بتوزيع الهدايا المالية والكؤوس على الفائزين، مؤكدا أن سباقات الهيجن داعمة للسياحة بالمحافظة، حيث يحرص العديد من السائحين على مشاهدتها والمشاركة بها. وأشار المحافظ إلى أن سباق الهيجن بجنوب سيناء يحتاج لمزيد من الدعم لتطويره، حيث إن جميع السباقات التي تقام على أرض المحافظة تقام بالجهود الذاتية.